السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نحلوا معادله. كيفاش كنحلوا معادله من الدرجه الثانيه بمجهولين واحد؟ دونك عندنا ا اكس اس 2 زائد بي اكس زائد سي يساوي صفر. يعني الطريقه باش كنحلوا هذا النوع ديال المعادله هو حساب المميز الدلتا. الدلتا طبعا عنده خاصيه ديالو يساوي اش كيساوي بي اس 2 بي هو هذا دونك بي اس 2 ناقص 4. دونك هذه 4 دائما كتكون ديال القاعدة مضروبة في أ، فال أ هذا مضروبة في سي. دونك هنا بي أس 2 ناقص 4 أ سي، أي معادلة تعطاتني كنعوض هادو بهاد القيم هادو، حيت كاين اللي كيحفظ حافظ المميز. يعني تقول لي شنو هو الدلتا، كيقول لك بي أس 2 ناقص 4 سي. ملي كتعطيه معادلة مكيقدرش مثلا يعوض ديك بي و 4 و أ، لانه مثلا كيولف هنا عنده زائد هنا زائد وكيلقى ناقص وناقص. حنا هادو اعداد حقيقيه، ممكن تكون موجبه ممكن تكون سالبه، وغنشوفوا امثله كيفاش كنتعاملوا. دونك هنا الدلتا كنحسبوه عندنا ثلاثه ديال الحالات. الا كان الدلتا موجب، اذا كان الدلتا اكبر قطعا من الصفر، فان المعادله تقبل حلين هما ممكن يكون لي عندها جوج ديال الحلول. المعادله كيكون عندها جوج الحلول اللي كانت الدلتا موجب قطعا. شنو هما هاد الحلول هادو؟ هو هاد الحلول حلين مختلفين، يعني ناقص بي هاد ناقص بي، عاوتاني هاد الى عندي هنا بي، الى عندي هنا مثلا 3 كنديرو ناقص 3، الى عندنا ناقص ناقص 3 كيولي 3، يعني مقابل ديال هذاك العدد اللي كيكون عندي تما، المقابل ديال بي ناقص جذر مربع دلتا. جذر مربع ديال هاد الدلتا اللي كنلقى هنايا مقسومه على 2 ا. نرجع لكم ربطوا العبال هذه 2 ا، راه شحال من واحد كينسى هاد ا، هادي 2 ا، هو هذا المعامل ديال اكس اس 2. والحل الثاني كنبدلو غير هاد ناقص جذر مربع دلتا بزائد جذر مربع دلتا، وهادو كيبقاو هما هما. دونك اكس جوج يساوي ناقص بي زائد جذر مربع دلتا على 2 ا. في الحالة الثانية اللي تقريبا هي حالة خاصة ديال هادي، هي فاش كيكون الدلتا يساوي صفر. فاش كيكون الدلتا يساوي صفر نورمالمون راه ممكن نستعملو في هاد الخاصية ديال الدلتا، نديرو هنا نجمعهم في حالة وحدة. يعني مثلا نقولو عندي غير جوج الحالات، صغر من صفر، صغر قطعا من الصفر، ولا اكبر من او يساوي الصفر. دونك هنا الا قلنا يساوي صفر، علاش كنقولوا عندنا حل واحد؟ علاش؟ لان الا هنا الا كان الدلتا كيساوي صفر، او اذا كان الدلتا يساوي صفر، فان المعادله تقبل حل واحد هو اكس. ما كنقولوش اكس واحد واكس جوج، علاش؟ لان علاش بغيت، علاش شرط لهاد القضيه هادي؟ لان شحال من واحد فاش كيكون عنده كيحفظ كيعرف الدلتا كبر من صفر، ولكن فاش كيساوي صفر كينسى بلي واش الحل، حتى الى لقى الحل واحد الى عرف بلي الحل ما كيعرفش شنو هو، واش بي على جوج ا ولا ناقص بي على جوج، راه هي هادي. غير الى عوضنا الدلتا بصفر، الى عوضنا هنا الدلتا بصفر غيكون عندنا اكس يساوي، غنخلي هادي هي هادي، ناقص بي ناقص جذر الدلتا على 2 ا. علاش هادي؟ حيت الدلتا كيساوي صفر، يعني جذر مربع صفر غيمشي صفر، وحتى هنا جذر مربع ديال الدلتا غيساوي صفر. الا حيدنا هنا الدلتا وهنا الدلتا حيت كيساوي صفر، بقينا ناقص بي على جوج ا ناقص نفس الحل، هما جوج الحلول متساويين يعني كيعطيونا نفس الحل. هذا هو الفرق بين يساوي صفر كبر من صفر، الا كان كبر قطعا من الصفر كيعطينا حلين مختلفين. الا كان كيساوي صفر يعني ثلاث نسات عليك، سير عوض في هذاك كبر من صفر، ولكن جذر مربع دلتا غتلقى صفر هنا صفر، وغتلقى حلين متساويين يعني كيعطيوك حل واحد. الحالة الثالثة هي إذا كان دلتا أصغر من الصفر، صغر قطعا من الصفر. طبعا عندنا ثلاثة ديال الحالات، إذا كان دلتا أصغر قطعا من الصفر فإن المعادلة ليس لها حل. دونك ملي كيكون عندنا دلتا اصغر قطعه من الصفر المعادله ليس لها حل. دونك عندنا ثلاثه ديال الامثله، كل مثال غيعطينا حاله من هاد الحالات هادو. دونك هنا لدينا
بعد اول حاجه يعني ما احنا باقي في الجدع مشترك ولا كيكون عندهم باقي يلاه بداو هذا الشيء ديال المميز وكيكون هذا الشيء جديد. اول حاجه هنا مثلا هو تحديد ا و بي و سي اشنو هما، شنو هو انا ا يساوي دونك ا هو المعامل ديال اكس و سي اثنان يساوي جوج، بي كيلا يقول لك اربعه لا حيت هنا عندنا هنا زائد دونك هادي الا بغينا نردوها يكون زائد هنا وزائد اشنو غنديرو اصلا هي 2 اكس سي 2 زائد ناقص 4 اكس زائد 1 يساوي صفر دونك ناقص 4 هي زائد ناقص 4 ما غيرش حتى شي حاجه دخل زائد دونك بي هو ناقص 4 بي يساوي ناقص 4 سي يساوي هاد السي هذا كيساوي 1 اذا دلتا اشنو غادي يساوي بي او سي 2 ناقص 4 الكل او سي 2 دونك الله يرضي عليكم انا كنفضل كاع باش تبقاو ديروا هنا ديما قوسين بي الكل او سي 2 لان كاين اللي كيكون عنده ناقص 4 كيدير ناقص 4 او سي 2 بالاقواس ما غاديش ما درتيش بي او سي 2 حيت ناقص خرجتيه بلي كدير غير 4 ناقص 4 او سي 2 بلا قوسين ما كتحسبش داك ناقص 4 و سي 2 دونك نديرو ناقص 4 الكل سي 2 ناقص هاد ناقص هو هذا مازال ما 4 في ا هو جوج سي هي واحد دونك نتابعو مزيان كاين عاوتاني كاين شي وحدين كيقلبو كيما مبقاش عارف كاين بي ولا سي ولا دونك خاصية راه واضحة يساوي هادي ناقص سي 2 غيعطينا زائد هي 16 4 في 2 هي 8 دونك 16 ناقص 8 هي تساوي 8 8 اكبر من الصفر اذا المعادله تقبل حلين هما اكس 1 وغنعوض هادو ناقص بي شكون هو ناقص بي عندنا هنا بي كيساوي ناقص 4 يعني ناقص بي غيساوي 4 4 ناقص جذر مربع دلتا هي جذر مربع 8 على 2 في ا هو 2 دونك 2 يساوي 4 ناقص هنا جذر مربع 8 الا فككناها غتعطينا جذر مربع 2 جذر مربع 4 في 2 جذر مربع 2 يعني جذر مربع 4 هو 2 دونك غيعطينا 2 جوج جذر مربع جوج على أربعة غنزيدو نعملو غيعطينا إذا لا عملنا هنا بجوج غتبقى لينا جوج ناقص جذر مربع اثنان على اثنان دونك هذا الحل الأول والحل الثاني شنو غادي يساوي إكس جوج غادي يساوي غير هنا كنبدلو ناقص بزائد دونك غيساوي جوج زائد جذر مربع جوج على جوج دونك هادو هما الحلين و كنديرو اس يساوي هاد الحل هذا وهذا الحل هذا دونك جوج ديال الحلول في حالة ان الدلتا هنايا مثلا في هاد المعادلة هادي ان ا هو واحد هو عامل ديال اكس و سي 2 بي هو ناقص 3 غنديرو ليها بنفس الطريقة اللي درنا هنايا سي كيساوي 3 اذا الدلتا غيساوي بي و سي 2 هي ناقص 3 الكل و سي 2 ناقص 4 في 1 في 3 ناقص 3 أو سي 2 هي 9 ناقص 4 في 3 هي 12 9 ناقص 12 هنا ردوا بالله يرضي عليكم الحساب الحساب حاولوا دائما تخيلوا غير بالفلوس ولا بشي حاجة يعني مثلا هنا 9 ناقص 12 ناقص كنخسر 12 شريت واحد الحاجة ب 12 حيت خسرت فيها 12 وكنبيعها ب 9 حيت عندي هنا زائد دونك كنخسر فيها 3 ناقص 3 اصغر من الصفر حيت كاين اللي كيدير 9 ناقص 12 تساوي 3 وكيلقى الدلتا كبر من صفر وكيبقى غادي وداك الشيء كله كيبقى خاطئ دونك ناقص 3 اصغر من صفر اذا المعادله ليس لها حل دونك هنا عندنا ا كيساوي 1 بي ناقص 4 سي كتساوي 4 دونك الدلتا يساوي بي و سي 2 هي ناقص 4 و سي 2 ناقص 4 هاد 4 هادي ديما كنديروها في ا هي واحد في سي هي أربعة دونك هي 16 ناقص 16 دونك دائما العدد السالب أو سي 2 ولا موجب أو سي 2 كيكون عدد موجب هي صفر
والضغط ذلك كم يساوي صفر. إذا المعادلة تقبل حل واحد هو x يساوي قلنا ناقص b على 2 a وناقص b b كيساوي ناقص 4 دونك ناقص b غيساوي 4 على 2 a هي 2 و 4 على 2 هي 2 وكنديرو s تساوي هذا 2 هنا ليس لها حل كنديرو s تساوي مجموعة فارغة وهنا s على 2 الحلول كنديرو فيها 2 ديال الحلول.